ما تفسير حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فسر في الحديث حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحديث فسر آخره أوله. أنا قلت لكم لا تأخذون أول الكلام وتقطعون آخره. نعم.